الاقتصاديه لهم. كان الوضع لما قدرنا نجي وعانينا كثير لحتى قدرنا نجي يعني من باقي المناطق كثير، كان يعني فرحه عظيمه انه احنا وصلنا لهون لحتى نقدر نشوفها. انا طبعا جاي من بعيد مو من الشام، قدر ينجو سوسي. ايوه، وانا ساكنه بحمل وجيت على الشام خصوصي مشان احضر هالحفله. يعني انه نحن طريقين مشوار من حلب جايين للشام نحضر، لانه يعني هي كتير 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 شخص عظيم، اغاني حضوره حتى بثيابها كتير مخلوقه رائعه. كتير كتير يعني اشتقنا له، حرفيا اشتقنا له، صار زمان مو جاي لعنا فمبسوطين كتير. هلا انا كتير بحبها لنجوى كرم، من انا وصغيره بحلم اني اشوفها هيك على المسرح لايف، فبحب كمان محبتها لإلنا كيف هيك بتتشوق انه تجي تغني عنا بالشام. والله حضوره، انا بس سمعت انه نجوى كرم جاي على سوريا بعد غياب 11 سنه من الاحداث، جيت فورا. انا بحضر نجوى كرم من عمري 10 سنين، فيعني 23 سنه مغرمه فيها، كتير بحبها. والله حفلة نجوى كرم بتجنن، وكثير انبسطنا انه هي رجعت. والله اجينا والعيلة كلها وقت عرفت انه في حفلة لنجوى كرم كلياتنا اجينا، وكثير العالم مبسوطة الحمد لله، وكثير الاجواء تمام. اكيد يعني شو بدي خبرك، من يوم بيعرفوها المطربة اللبنانية السورية نجوى كرم، مطبوعة هون الناس طابعتها على الكنزات، نحن طابعينها جوا بالقلوب. عن جد كتير حلو، كتير مبسوطين، حلوة كتير هاي الأجواء، حلو يرجع الفرح لسوريا، وشكرا كتير نجوى لجيتك لسوريا كمان. ايه والله كتير، ويا ريت دائما تجي لهون، يعني مو بس بالصيف، طول السنة، وبتمنى اشوفها لو في طريقة اطلع اتصور معها يا ريت. والله فرحتنا كتير كبيرة بجيتها على سوريا بعد 10 سنين انقطاع، لأنه هي نجمة سوريا الأولى قبل ما تكون لبنان عنا، ومحبوبة الشعب السوري يعني كمان، وأنا أوله. أرشيف كامل 30 سنة، هي أول مرة بحضرها جاي حقق حلمي. طبعا مبسوطين كتير، يعني صار زمان عشر يعني عشر شي 10 سنين ما اجى، طبعا يعني نحن من معجبين عشاق نجوى كرم. ومنحبها كتير، وغابت عن سوريا 10 سنين، اشتقنا لصوتها، اشتقنا لأغانيها، واشتقنا لحضورها، كل أغانيها حلوة وبحبني كتير، أغنيتها جديدة بتجنن ساعة بيضة. والله يعني نجوى فنانة معروفة عند كل الأجيال، وكتير محبوبة يعني، وكتير منحبها، وأغانيها كتير حلوة وضاربة بكل الأجيال. مبسوطين والله كتير بحفلة نجوى كرم. كل أغاني ما في شيء، يعني ما في شيء منزلته غير بحبه وحافظه كلهم من أول غنية لآخر غنية. يعني صراحة أغاني نجوى القديمة هي أحلى شيء، أنا كتير بستعجل، كلياتنا ربينا وكبرنا على أغاني نجوى كرم كلهم. لا تقولي لي كلهم. عم يرجف قلبي يا أمي، وإن شاء الله اليوم تقدمه. كل
الأغاني بشكل عام كله حلو. في عاشق أسمراني كتير حلو. في أغنية سهران أنا كتير حبها.